أول ما يعني بلشت أفتهم أو على الحياة يعني تقريبا بين ال 15 و 16. إحنا وضعية أهلي المادية نقول أقل من المتوسطة. صار عمري تقريبا 17، قدم شخص لي، أنا ما أعرف أميز بين الصح والغلط، فكان اختيار أهلي. ويعني دائما الأهل مثل ما تعرفين من يختارون شيء دائما يحسون أنه هم الصواب وهم صحيح، فمن تناقشيهم يقولش لا إحنا اختيارنا إحنا صح، أنت اللي غلط، إحنا نعرف شنو أصح إلك. فأجا هذا الشخص وصارت يعني موضوع الزواج، كان عمري 17 سنة، يعني كل شيء ما أفتهم بالحياة الزوجية. فيعني من 17 سنة مرحلة مراهقة نقول إلى مسؤولة عن زوج بيت، رأسا صار عندي يعني طفلة بنتي كبيرة، فما أعرف شنو هاي الحياة ولا عندي إدراك لهاي المسؤولية. ابتدت مرحلة المعاناة من أول سنة زواج، من كنت أروح لأهلي وأقول لهم مثلا تيصير لي فلان شو فلان شي بدون ذكر أسباب، كانوا دائما يقولوا لي المرأة لازم تتحمل، المرأة لازم تتحمل. فترسخت بدماغي أنه المرأة لازم تتحمل كل ضغوط في سبيل المجتمع، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة أنه بعد ما تقدر تمارس حياتها الطبيعية بس كونها مطلقة،